وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل وزارية تتولى تصنيف الأراضي الاستثمارية في الساحل الشمالي وإعداد مذكرة بذلك خلال شهرين. أضاف مدبولي أن الدولة حريصة على تذليل جميع المعوقات لدفع الاستثمار قدما في هذه المنطقة للاستفادة بما تتمتع به من مقومات وإمكانات خاصة في الأنشطة السياحية. وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أنه تم حجز أكثر من 20% من الأراضي الصناعية عبر البوابة الإلكترونية لخريطة مصر الاستثمارية.